كلام بس ابقى فاهمه كويس معاك. يعني انت رحت هناك ما كنتش ولا مسكت قرص ولا جله ولا اي حاجه ولابس لبس خروج كمان؟ اه ما اعرفش حاجه. ورحت عملت كده؟ اه قال لي احنا بنلعب 4 مسابقات هنا، واسبي من الثبات وجله وقرص ورمح، اللي يعمله اعمله. كابتن مين بقى؟ كابتن احمد كامل. احمد كامل اه ده علامه في تاريخك. ده نقطه بالظبط في تاريخك مهمه طبعا. ليه فضل عليا بعد ربنا. بعد كده عملت تاني في كل حاجه. قال لي خلاص انت تيجي والمدارس، بدات اتمرن رمح. رحت بقى شافني كابتن محمد نجيب مدرب النادي الاهلي. تمام. قال لي يا ابني انت هتبقى بطل عالم بس اتمرن. هو من عندكم برضه والشرقيه؟ من الشرقيه. من الشرقيه صح؟ قال لي انت هتبقى بطل عالم بس اتمرن. قلت له حاضر. يعني ما كنتش سلعت يا ايهاب؟ لا خالص. وشافك قال لك انت هتبقى بطل عالم؟ اه ما شاء الله. بس انا بقى ما كنتش مقتنع بده كله بقى بصراحه. جواك؟ انا عملت اول جمهوريه مدارس بس مش كنت مقتنع بده كله خالص. مقتنع؟ كنت مقتنع بايه ساعتها؟ انا مقتنع ان انا فجاه هبطل بعد الثانويه عادي زي اي حد. والله بابا هيقول لك دراسه ثم الدراسه. بالظبط والله هما كانوا بيشجعوني والله. ففجاه لقيت بيقولوا لي ده النادي الاهلي عايزك، وكان في 3 انديه معاه. قلت النادي الاهلي؟ كنت اهلاوي؟ قلت بس دخلوني جوه النادي، قلت اروح ادخل جوه النادي واطلع. حصل مشكله بيني وبين الكابتن احمد كامل في حوار النادي الاهلي ده. اشمعنى؟ انا استقتلت. ايه؟ استقتلت. قلت انا رايح النادي. ايوه ليه؟ هو كان عايز كان ايه النادي ايه تاني كان عايزه؟ كان في وقتها الشرطه. وكان في وقتها فاكر يا ربي كان نادي تقريبا مؤسسات حاجه كده. المؤسسات العسكريه اكيد. فانا ما كنتش اعرف حاجه. هو كان عايز يوديك ايه؟ هو لا هو قال لي استنى ما نشوف العرض الكويس. فانا قلت له لا انا اروح الاهلي. اول ما سمعت الاهلي قمت جاري. قال لي يا ابني ده كان ايام، قال لي اللائحه بتاعت الاهلي هتلاقيها اضعف. قلت له اضعف اجمد اكبر انا رايح الاهلي. مفيش لائحه. ما عندكش مش شايف حاجه قدامك خلاص. انا رايح الاهلي. يا ابني قلت له لا وديني الاهلي وخلاص. وانا كان كل تفكيري هدخل جوه النادي اقعد لي شهر 2 3 اكيد مش هكسب حد. هيمشوك. وهمشي. بس لا مش هم اللي هيمشوك، انا همشي. انت اللي هتمشي. سبحانك يا رب. عشان الدراسه وكده يعني. فدخلت كابتن محمد قال لي انت هتبقى بطل عالم بس اتمرن. قلت ما اجرب. كويس. اشوف ادي نفسي شويه. حلو. فجاه لقيت نفسي كسبت ال 20 سنه وال 18 سنه وكسبت الدرجه الاولى. وانت 16 سنه؟ وانا 18 سنه. وانت 18 سنه كويس. قلت ايه ده؟ قلت بقى خلاص كمل بقى. فكملت رحت عملت تاني. لما كسبت الامل جالك خلاص. لا انا قلت بقى خلاص بقى انت فشلت في التعليم بقى. فشلت في التعليم ما شاء الله ماجستير ودكتوراه يعني احنا ما شاء بالنسبه لنا تعليم بقى كليات طب بقى هندسه حاجات زي كده بقى انت تربيه رياضيه. الوالد او الوالده كان دايما يقول لك عايزك تبقى مهندس او دكتور؟ بصراحه والدي كان والدي كان عايزيني دكتور. والنهارده بيقول لك ايه؟ هم دلوقتي عايزيني ابقى اجيب ميداليه اولمبيه واكمل الدكتوراه. كلنا عايزين كده. كل حلمهم ان انا اكمل الدكتوراه واجيب الميداليه الاولمبيه. يعني مش شرط المهندس او الدكتور هو الاهم، لكن الميداليه الاولمبيه مهمه جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت زي ما شايفين قدامنا نموذج واضح بيقول انا كان عايزين داخلين هندسه وطب وبعد كده ما شاء الله النهارده ماجستير ودكتوراه، شرف كبير جدا. وكل الاسره النهارده بتسبورت ان هو يجيب ميداليه رياضيه. نكمل ايهاب. فبعدها رحت بقى كسبت بطوله العالم 20 سنه عملت تاني. فبرضه كنت زعلان جدا بقى. انا بقى ماشي عمال اكسب فازاي اخسر. كان حد قال لي انت مش، فانا مش فرحان. فقلت له في واحد كسبني وبتاع. فقال لي يا ابني انت في بطوله عالم انت بتهزر. ما فهمتش ده بقى غير مثلا في 2011 مثلا. اتعلمت ده في النادي الاهلي انت ما بتخسرش. بالظبط. خلاص بالظبط بقيت ماشي بقى طبقا لقوانين النادي الاهلي ان احنا بنكسب بس. بالظبط. انت كل الماتشات بتدخلها بتدخل تكسب. كل حاجه بتدخلها يمكن حضرتك فاكر حضرتك كنت بتعدي علينا في النادي الاهلي تلاقيني اخر واحد طالع من الملعب الصح. انا فاكرك كويس جدا. انا يا جماعه هو ايهاب بيتكلم في نقطه انا كنت بشتغل في النادي الاهلي طبعا. ففعلا كنت ببص عليه واشوف